انا امبارح بالليل خليتهم يجهزوا لي غرفه الضيوف. شو انت ما نمتي هنيك؟ بالليل صار شوب كتير، جيت على غرفتك لشوف شو ممكن البس. هنيك كان لك قميص اخذته ولبسته، وبعدين لاني كنت منتقله بالمشروب غفيت ونمت. يا ريت ما فتحتي الباب بهالحاله. ما كنت متوقع انه جونجا تجي. يمكن ما تكون فكرت انه صار شي بيننا. ايه امير، انت لا توجع راسك بهذا الشي، ما رح يصير شي، اطمن. كوراي كان بريء، عالفاضي انا عملت كل هالشغلات. شو؟ شو يلي عملتيه عالفاضي؟ ما كان من المفروض اتحمس اول ما شفت المجلة. لو رحت لعند كوراي وحكيت معه يمكن ما كان صار كل يلي صار معنا. انت كنت جاهز لتسمعهم، بس انا يلي خربطت الامور. انت مالك ذنب بشي، انا يلي عملت كل هالشي. وهلا شو رح يصير؟ نظرات فريحة، كيف انا ما فهمتها؟ طبعا انت ما رح تفكر غير فيها، بس انا يلي لازم فكر بكوراي، مو هيك؟ شو اعمل هلا؟ كيف بدي صلح اللي انكسر؟ امير، اثنيناتنا سوا بدنا نصلح هالشي. أنا رح ضل جنبك. هاندا، أنا حابب ضل حالي لو سمحتي. هاندا، عن جد أنا بحاجة ضل لحالي. ماشي، مثل ما بدك. وقت بدك تحكي معي تلفن لي. كثير عالي وما تجرأت على لبسك فريحة، ما تجرأت حتى بوسك، بس ليش؟ لأنك أنت قديش كنت غبي. يا خسارة يا فريحة، يا خسارة يا فريحة. أمير لا تروح. أمير، فريحة ما غلطت بشي أبدا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.